ما عطيتيه؟ ما قلتش. ويعتني معه زرقة البحر. معك تصبح ديالات تذكرة سفر. فأسكن إليك بداخلي تحاصرني البطر. لقد كنت قبلك بحارا أترك خلف بدو كيصيدوا فيه حتى تسالى. كان صوتو زوين اللي كيعجبني صدرو صدرو مزغب بالصفر والحمر. ملي ولا ساوي الثمن بداو كيصيدوه وكيبيعوه حتى ما بقيناش كنسمعوا الصوت ديالو هنا. في البدايه كنبغي نشكر المركب الثقافي ديال الحاجب على الاستقبال ديالو للعرض ديالنا، على التسهيلات اللي قدمنا على جميع المستويات في هذا المسرح اللي انا شخصيا قدمت فيه بزاف العروض. كيعجبني نجيلو لانه على مستوى تنظيمي يعني ما كنلقاوش مشاكل، وحتى على مستوى يعني ابسط الاشياء مثلا انه كنلقاو الكواليس مثلا نظيفه، كنلقاو اماكن يعني كيوفر لك اماكن راحه بالنسبه للممثل في الكواليس. بالنسبه للتقنيين على مستوى التقني كيلقى الاليات اللي غادي يساعدوه في الاشتغال اللي كتوفروا في هذه القاعه، وللناس هنايا كيحافظوا عليهم كيتبناوهم. هذه من جهه. ثانيا احنا تعودنا انه مدينه الحاجب او مركب ثقافي بالضبط عنده الجمهور ديالو اللي تربى على المسرح. سينو العرض كان في ظروف جيده، الجمهور كان صامت يعني ما كما تعودنا عليه. وكنبغيو نشكروا هذه المدينه اللي عزيزه علينا وانا عزيزه عليا، انا ما تمكناش كنت كنجي ليها للرحلات وهذا. كنشكر الناس ديالها على الاستقبال ديالهم. اش تصدوا اعطيني البريه. اش هذه قلت انا نعطيك البريه، ولكن خاصك تنزلي لي على الثلث ديالي في هاد الدار. غادي يجي وغيديك معاه، ما غيبقى عندك ما ديري هنا. هاد الدار غتبيع البراني. غنبيعها اللي غيعطي فيها اكثر. ولكن هاد الدار ما عندها حتى شي ثمن. كلشي اليوم عندو قبري ممثل. احنا اليوم كان عندنا عرض ديال مسرحيه عنقود الريح في مدينه الحاجب. عنقود الريح مسرحيه من اخراج نعيمه زيطان، تشخيص فريده بوعزاوي وعبد ربي. الحمد لله العرض داز في اجواء زوينه طبعا كالعاده، حيت حنا القاعه ديال المركب الثقافي ديال الحاجب تنفرحوا فاش كنكونوا غنجيو نلعبوا فيها، لا سواء من الجانب التقني ولا الجانب يعني الجمهور ديال مدينه الحاجب دائما كيستقبلنا بصدر رحب. والحمد لله الامور دازت بخير والعرض داز في اجواء زوينه. انا كنلعب الدور ديال خليل اللي هو الاخ ديال الشخصيه الاخرى اللي كاينه في المسرحيه اللي هي اسمهان اللي كتلعبها فريده بوعزاوي. عندنا مشكل هو انه مبلي بالقمر وعليه بزاف ديال الكريدي وباغي يبيع الدار. والمشكل اللي عنده يعني الكونفلي اللي عنده هو ان الاخت ديالو فيها داء الزهايمر، دونك تيصعب عليه يقنعها وهي كتنسى دونك يعني كان كونفلي كبير عنده. وفي نفس الوقت يعني كنشوفوا من خلاله المعاناه ديال الناس اللي كيقابلوا شي حد من عائله ولا من الاقارب ديالهم اللي فيهم هذا الداء هذا اللي هو داء صعيب بزاف وما ساهلش، وكيكون اثر كبير على الناس اللي كيقابلوا المرضى ديال داء الزهايمر. دونك فوالا هادي هي الشخصية ديالي. خليتك دابا البريدي جبتي كلهم مزورين. كيفاش مزورين؟ شوف بعينيك باش نفس الخط وباش الاسلوب ديالك وباش خطك انت يا اسلوب كريدي وخطك غير مقرو. وعلاش لي ما تكونش هادي هي اللي مزورة؟ نشكي بيك البا انت هو تكذب عليه، انت تكون خلصتي شي كتاب زوين نتايا. واش نحلف ليك؟ باش نحلف ليا باش نحلف ليا. اختي شوفي الحاله ديالك راه ما بقاتش مزيانه، خصني نديك للكلينيك. وغديني للكلينيك باش يقول عليا حبقى تبيع الدار. هالدار غتباع. ما غاديش نزيد ليك الموافقه. غنمشي للمحكمه وغتحكم ضدك. غادي ترجع حتى القاضي.
حقي اكثر من حقك وما تنسايش يلا سنيتي عليه وتدلوني بالزبقه غنبيعوها غنبيعوها اختي وغنمشيو نشرب شي برطمه في شي بلاصه اخرى.